فين يمكن سحبنا اسبوعين على هذه السلسله يمكن. بس يا جماعه لا تلومونا، ما شاء الله تبارك الله السلاسل مره صايره كثير في القناه، المقاطع مره كثير، حرام سيارات، حياه كعبول، فالهايم، جعفر المتنمر، محاكي الطعميه، محاكي الذئب، العاب مره كثير ما شاء الله تبارك الله. يعني هذه اللي قلتها انا سته، ومع ذلك في العاب جديده تنزل ونلعبها. ف يعني ما ادري ايش اقول صراحه، ولكن اي ام سوري يعني للناس اللي يحبون السلسله هذه، لكن هذا الجزء الرابع ونزل لكم يا حبايبي. بدايه المقطع صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يوميا الساعه 7 مساء توقيت السعوديه مقطع جديد. اشترك في القناه اذا انت مو مشترك، وحط لايك اذا عجبك المقطع. دعواتكم يا جماعه الخير ان هذا يكون الجزء ما نجيب فيه العيد ونفلز زي اول مره سويناها، لذلك خلونا نضغط كونتينيو وخلونا نكمل ونبدا على اليوم الثالث اتوقع او الرابع. تصدقون قد نسيت اصلا احنا فين وصلنا. كل اللي اتذكره انه احنا اللهم لك الحمد يومنا كان زي الفل، يومنا كان تمام، وفلوسنا 162 دولار في هذا المقطع. صراحة طموحي الوحيد نشتري طاولة واحدة إضافية، بصراحة نبغى نشتري طاولة ايش في ام السنسيفتي كذا سريعة، نبغى نشتري يا جماعة الخير طاولة زباين ثالثة. صراحة يا جماعة الخير هذا الشيء احس انه جدا ضروري. الله ايش في ذا جاي كذا يا حبيبي سرهم، انا كافقع وجهك الحين العظيم، زعلان شكو عشان مطعم الطعمية كان مقفل اسبوعين. هلا والله بالسكان، سكان اليابان الذين يحبون الطعمية، هلا والله، هلا هلا، هلمو هلمو. سيفتح المطعم الآن بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه نستعين، توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا والله نسيت كل شيء، نسيت ايش البروجرس اللي انا كنت اسويه. يا لطيف، الطعمية هذه لها اسبوعين قد خمجت. بس ما حد يدري، امورنا طيبه ان شاء الله يا جماعه الخير. عندنا حمص فيه 5 صحون، عندنا 8 صحون طعميه، 9 و5، عندنا 14 صحن طعميه، عندنا فول، عندنا سلطه، عندنا كولد درينكس. ايش باقي؟ اوكي، ما عندنا الخليط حق الطعميه، ما هو موجود، اتوقع انه ما راح نحتاجه، فلذلك ما راح اشتري الا اذا خلصت هذه كامله، وقتها راح اروح اشتري، ما راح اورط نفسي. زي ما قلت لكم هدفنا في هذه الحلقه ان شفتوا هذه الطاولتين انه يضاف جنبها طاوله ثالثه. لو بيدي والله اشيل هذه النبته واحط الطاوله الثالثه هنا، لكن ما اتوقع اني اقدر، اتوقع اني بحط الطاوله الثالثه هنا يا جماعه الخير، حيكون شكلها جميل جدا ان شاء الله. فقلنا نجلس على دبابنا، ننبسط شويه، نتمشى لما يجينا طلب، ربي يرزقنا، اسال الله انه يرزقنا يا جماعه الخير واياكم، قولوا امين. ما ادري ليش ما في زباين الان، ايش في؟ وشيل الغاز طافي؟ يمكن لازم اشغل الغاز، يمكن ما اعرف، عشان يحسون كذا انه في ريحه غاز وانه في شيء. والله العظيم زبطت. اوكي، فلافل، فلافل وحمص، اوكي، بسم الله. هذا فلافل يا حبيبي، شوفوا حتى انا ناوي اصير سريع مره في الطلب، سريع. فلافل، بسم الله الرحمن الرحيم، هلا والله هلا والله، اسفرت وانورت حبيبي، اسفرت وانورت يا قلبي، تفضل. وتبغى مع صحن حمص تقول لي ها؟ ابشر من عيون الثنتين. سوري، كنا بنعطيك الجره كامله. الله مو منك، من نظارتك هذه اللي مسوي لي كوبوي. يلا سر هناك، هذا ننظف بسرعه. اوكي، هلا والله، يو طقمك مولع غيو، ما شاء الله مطق من هذه مع هذه. يا فلافل، اوكي اوكي، اسفي ما راح نطقطق عليك، يلا تفضل، يلا سر ما، يلا هناك، يا مع السلامه. طبعا لازم اكون انا مره سريع، ليه؟ عشان ابغى اخلي ذولا اللي يجون في الطاولات يخلص طاولاتهم بسرعه. يعني الحلو في الموضوع اني اول ما اسلمهم الطلب على طول يروحون، فبكذا اعطي نفسي فرصه انه يجوني زباين اكثر. فنقول يا رب انه هذا اليوم ينتهي وعندي فلوس اكثر من 300 دولار. هذا الخطوه الاولى لهذا اليوم عشان نروح ننام، وبكره نشتري الطاوله الثالثه يا رب العالمين ان شاء الله. اوكي، شكله لازم حركه الغاز يعني. ها يلا، غاز مفتوح يا الحبايب، حياكم حياكم، تفضلوا، قاعدين نطبخ، شموا ريحه الغاز. هذا الزباله مين عاجبني مكانها صراحه يعني، علينا. ايوه صراحه يبغى لنا نعبي غاز، لانه كم بقي فيه؟ 7% بس. اوكي، حركه الغاز ما عاد زبطت، شمت. اوه توريته، شوف الريبوتيشن عندنا يا جماعه، قرب من النص عشان نقدر نفتح الطلب اونلاين ونقدر نفتح طلب التليفون. شوفوا نايس، والله قربنا، كفو والله. هذا ممكن في الحلقه الثالثه. اوكي اوكي، خلينا نقفل الغاز. فلافل، طيب بسم الله، تجون دقه واحده سوا يعني. والله نفس اللبس، والله انت عندك ثلاثه توام يا الحبيب ولا ايش؟ فلافل تفضل، مع السلامه. وانت يا الحبيب تبغى؟ يا لا لا لا، دائما اغلط، اخذ بالجره كامله ذولا. اوكي العافيه عليكم، وهذا صحن الفول، يلا بسم الله، بالعافيه بالعافيه بالعافيه، يلا يلا قوموا بالله، نبغى. شفتوا ها؟ شفتوا على طول فضيت الطاوله على طول يا حبيبي. يلا ها، انا جالس لك هنا بالمرصاد مراقب، يا رجل مو طعميه، مراقب طلاب فصل. شوفوا الحين كيف يختفون، يلا 1 2 اختفوا يا جماعه. اوكي، واضح اني مره مستعجل في التصوير كذا، ليه؟ انا مو مستعجل في التصوير بس كذا من الحماس، فيلا ابغى اخلص، ابغى اجمع، ابغى اسوي. صراحه مره متحمس، لانه ايش؟ صراحه المره الاولى لما فتحنا المطعم والله كانت حاجه للاسف. ذكريات سيئة يا جماعة ولا نبغى نتذكرها نهائيا.
هلا والله مرحبا مليون. دقيقة بجيب لك فلافل حمص. هلا والله أول مرة يطلبون سفري فلافل حمص صح؟ أصبر يا إيش هذا، لازم نعطيه اسم والله، بس ما أدري إيش نعطيه اسم صراحة. خذ تفضل، بالعافية عليك، يلا سرمه. أوكي بقي لنا صحنين فول. الطعمية ما شاء الله مليان تقريبا. جيب هذا. تعال الحبيب، عطنا بالله، عبيلي الغاز، عبيلي الله ليهينك، عبيلي الغاز. بسم الله. ريفل ار ريفل، ايوه الله يعطيك العافية شكرا. ولا لا ما ادري ادعي عليه ولا لا، هذا ما له علاقة. ابو شداد هو سبب خسارتنا في المرة الاولى صراحة يا جماعة مطعمنا. فلافل اوكي بسم الله. فلافل ايش في ذا باقي واقف؟ خلاص يا حبيبي شكرا، قلنا لك امشي. ايش تبغى؟ اعطيك صحن طعمية تبغى؟ ابشر معي الثنتين، بس ما ادري بتاخذ انت ولا لا. تفضل ها، طبق طعمية مجانا، يلا بالعافية عليك. هات تفضل يلا خذها، روح خذها. ما تبغى؟ اوكي انت خسران يا حبيبي. هذا طعمية يوسف احمد، طعمية نادرة. اوه لازم انظف الطاولة بسرعة ولا الناس ما راح يجون. شمتة والله، صار عندنا ما شاء الله اربع زبايل يا حبيبي. خلاص امشي، خلي حق الزبايل يجي. وين حق الزبايل هذا؟ طول المطعم صار قمامة. اوكي راح نشيله والله، بحطه هنا على جنب، ما ابغاه تقعد في محلي قدام الناس، لانه هذا الشيء اظن يضر بسمعة المحل يا جماعة بصراحة. ايوه باقي الاخيرة، يلا كذا. ما حد درى يا جماعة، معلش يا اللي ساكن قدامه ابو دراجة، انت الله يعطيك العافية والله، دراجتك فخمة. بس ليه يمديني اخذ دراجة؟ يقلع ام القار. والله الدبابات هذه اول مرة اشوفها، والله اول مرة اشوفها صدق. الدبابات ذي اللعبة سوى تحديث ولا ايش؟ والله فخمة. شوفوا الريبوتيشن قرب يا جماعة من النص، والله قرب يا لبيه، مرة متحمس له. طلبات الاونلاين اخيرا بنحرك الدباب هذا، نخلي منه فايدة، نحط الطلب هنا ونروح كذا. بس الله اعلم مين يقدم الطلب هنا في المحل. والله والله من جد والله صراحة شلت هم، من اللي راح يقدم الطلب في المحل هنا؟ حمص يا حبيبي تفضل، بالعافية عليك. وهذا الفول في الخ... الله ما شاء الله، الفول جمباز على الحافة. معتب. اوه الشرطي اول، معلش يعني الشرطة وراهم شغل وكذا، الله يوفقهم يا رب العالمين. يلا بعدين تجون انتم، يلا بالعافية عليكم، يلا قوموا انتم. واحد اثنين ثلاثة، الله عليك. الغاز 100%، باقي عندنا صحن واحد حمص فقط، باقي عندنا ثلاث صحن طعمية. صراحة أنا شفنا ناخذ واحد حمص نشتريه ونشتري واحد طعمية صراحة. ليه؟ لأنه ما عاد عندنا إلا ثلاث صحون طعمية وواحد صحن حمص الصدق. فخلونا نضيف هذه بسرعة. معنا 257 دولار فاليوم لسه في بدايته، فأتوقع إنه ضروري نروح نشتري الشيء هذا عشان ما نتورط بعدين. نقول بسم الله وعلى بركة الله. يا أبو شداد يا فشاخ، أنت عطنا واحد فلافل ميكستشر ب $100 حسبي الله عليك، والله إنها مرة غالية لكن حياة حلوة. وعطنا واحد حمص، شوف الحمص كيف يا زينة رخيص ب 25. ماو ايوه هذه هي. طيب هات الفلافل الاول عشان نحطها تطبخ، نرجع ناخذ الحمص. شيب ذولا كذا والله وجه ما يطمن. اوكي عجبني انه ما حد قد جاي الان، كويس عشان ايش لا تورط انا. خلنا ناخذ كذا حطها نشغل. الله عليك فلافل. كولد درينك اول مره يطلبوني كولد درينك. ايوه كولد درينك، تعال أول مرة يطلبوني عصير. يا لبيت تفضل، أحلى عصير يا شيخ، مجانا على حسابي. مجانا ما تحلف مجانا على حساب محل طعمية يوسف أحمد يا حبيبي. يلا بالعافية مجانا. أنا قلت يا أخي ما كان داعي تدفعون، الله يعطيكم العافية والله العظيم، يعني شكرا صراحة ما قصرتوا. يلا بالعافية عليكم حتى أنتم، يلا بالعافيتين. هذا خلص، لسه باقي لي 20 ثانية. خلنا نحط هذا هنا، خلنا نروح ناخذ الحمص اللي اشتريناه ونرجع بسرعة. خلنا ننظف الطاولة دي عشان يجون زباين جدد. نروح ناخذ الحمص على السريع، يقلع أم السرعة اللي أنا شغال فيها، ورب الكعبة إني سريع يا جماعة ما شاء الله تبارك الله. هلا أبو شداد الله يقلع ذا الرأس. أوه لا شمتة، يا لا 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 الحين لازم أشيل الصحن هذا الحالة ولا بأترك. يا حضرة الشرطي تبغى حمص؟ حضرة الشرطي تستاهل والله. أوكي مع نفسك. فلافل وحمص، اوكي كويس يلا. قد الحمص جاهز، جايك فرش طازه. ها تفضل، وهات هذا حطه هنا. والغاز شغال صح؟ والله اني عارف، خلنا نطفيه. ها وحتى انت امك دعيت لك ما شاء الله، ماخذ الطلب فرش جاهز. يا جماعه شوفوا خط الريبوتيشن تحت اللي هو السمعه، قرب من النص يا جماعه الخير، قرب من النص. الظاهر انه حنجربه في الحلقه هذه مو الحلقه الجايه يا عيني. يا لبيه فلافل وكولد درينك. عجبني انه صراحه صاروا يطلبوني كولد درينك اللي هو عصير بارد او عصير او غازيات بأصح. مره شيء حلو صراحه. هذه الفلافل خلينا نعطي هذول المبون فلافل بس لحالها، واحلى كولد درينك لاحلى زباين يا حبيبي، واحلى طعميه معه. يلا بالعافيه، مع انه نفسي اعطيكم بصراحه كوبين عصير لكن ما اعرف صراحه تزبط ولا لا، بس ما ابغى اورط نفسي الصراحه وانكب نفسي يا حبيبي. وين الزباله اللي ما قد جاء؟ الله يكرمكم يا جماعه، وين حق تجمعت الزبائن؟ اوه صح احنا حطيناها برا. اوكي بعد درى حبيبي وقتك انت، اقوم انت وياه تسوي لي توأم. ايوه هذا كلام ولا بلاش، خلنا نطبخ هذه نجهز من الان. واو اطول طلب من يوم فتحنا المطعم، فلافل حمص وكولد درينك
يا لطيف. هلا هلا يا الحبيب، هلا ايش تبغى؟ فلافل حمص ابشر. فبعطي هذا اول، لانه ما شاء الله ذولا ما شاء الله اللي يجون سفري ما يصبرون، الصبر عندهم الله شو الجلتش ذا؟ الصبر عندهم بريال. خلينا نعطي اول عشان نرتاح. يلا يلا مع السلامة. ثاني شيء الطلب المميز عندنا، اطول واضخم طلب قد جانا في المحل. والله نفسي اني اقدر اخذ اكثر من حاجة في الروحة، يعني مو اقعد اخذ بس حاجة واحدة، لكن يلا الحياة حلوة. بسم الله خلينا نشوف كم يعطونا. الحين معايا 197 214، يعني اعطوني كم؟ 17 دولار. جايك جايك يا حبيبي جايك. فلافل وحمص، اوكي. سريع سريع سريع، كويس ان اشترينا حمص لان هذاك الحمص القديم انتهى. يا هلا يا هلا، نورت نورت يا الحبيب، نورت نورت، حياك الله. الحين جايتك الزبائن، ما عليك ما عليك. بسم الله، والله ودي انهم يعطوني فلوس على التنظيف الحلو هذا صراحة، لكن الحياة حلوة. طب الحين ممكن السؤال، الحين حق الزبائن الله يكرمكم جاء قدام المحل، هل معقول انه يعني قصدهم في الخارج او في اليابان زي كذا يجي قدامهم ولا لا؟ اتوقع لا صح؟ شغلة كذا قدام المحل يقعد وصاحب المحل يقعد يطلع الزبائن قدام، الشغلة والله. اوكي، الطاولات نظيفة، كل شيء نظيفة، خلاص توكل على الله. يعطيك العافية يا حبيبي، شكرا شكرا، الله يعطيك العافية. ما شاء الله تبارك الله، يا الطلبات الله يكثر لنا الطلبات الحلوة هذه اللي تطول كذا يا جماعة. صراحة عاجبني شيء انه وصلنا 228 وتونا شارين حاجة ب 125 ولا كأنها شيء، يعني قلنا بنرجع الفلوس تقريبا الحمد لله، فهذا شيء مرة حلو ويدل على اننا ماشيين في السليم يا جماعة الخير. هي وين الحمص؟ الحمص انتهى؟ لا شمتة يا ابو شداد، واحد حمص سريع. الله يقرب بيت الشيطان يا جماعة، ما انتبهت والله العظيم، ما شاء الله حمص راح سريع سريع يا جماعة. حبيبي سريع سريع، تكفى تكفى تكفى، سريع سريع بالله، شو باقي له 23 ثانية، ان شاء الله يمدينا يا رب. استمنة للستمنة لا تطفي، الحين تطفى الستمنة اتوقع. اي والله اني توقعت، يا باقي له 17 ثانية، سريع بليز، ما نبغى نفقد اي طلب. اوه الريبوتيشن عدت النص، توني استوعب يا جماعة. 7 6، سلم سلم سلم، يس سلمناه، ليتس جو. واو في اخر لحظه يا جماعه، شوفوا ذولا كلهم طلبوا حمص، الحمد لله اني اشتريت حمص يا جماعه. واو تعدينا الريبوتيشن، يعني الريبوتيشن يا جماعه الخير. يا الله ايش سخطتي من التوتر، الغي الغي. صار يمدينا نطلب من التلفون والكمبيوتر صح؟ صار يمدينا الحين نوصل؟ يا لبي يا جماعه الخير، اوكي مره شيء حماس. اوه شمتة كويس، اخر طلب انت الطعميه، لا والله باقي اصلا ما انتهت. يلا هذا اخر طلب اتوقع حنقدم اليوم، يلا بالعافيه. انتم قوموا بالله خلونا ننظف المطعم كذا، تعرفون اللزوم من التنظيف يا جماعه. ما احنا 276 ديم، يعني قريب من الهدف اللي انا كنت ابغاه. الغاز الغاز يوسف، قريب من الهدف اللي انا كنت ابغاه يا جماعه، اللي هو 300 دولار. يا لبي، اوكي السلام عليكم، كيف الحال؟ ما حد انتبه، يلا مع الدرا. اوكي مطعم نظيف الحين، غاز مقفل، كل شيء تمام. انا شفني راح اطبخ صراحه من الان عشان بكره يكون الوضع عندي تمام التمام، وتكون كل الطعميه اللي عندي هنا تكون مطبوخه. والله مره متحمس، انا ما ادري كم دخلت في هذا اليوم، 276 دولار، كانت 256 بعدين صارت مره ثانيه ورحنا اشترينا. ديم والله مره شيء حلو. هنشوف، يا لبي فلافل فراير وركينج تيبل. اوه من هنا اطلب، اوكي هذا 150، شفت كيف غاليه والله العظيم. هذا يعني يديني اطلب من هنا، اوكي نايس نايس نايس، يعني كمبيوتر حق الطلب. طيب والتليفون، هي دليفري كوست بير ايتم 3 دولار. اوه لا ابو شداد المخيس، شفتوا حياخذ 3 دولار على كل طلب اطلبه. اثاري هذا توصيل، يعني ابو شداد مثلا. يا لا 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 ايش طلعت هذا غلط، يا الله يا القهر. يعني باختصار يا جماعه، شفتوا بيع محل ابو شداد ولا محل الاثاث، بدل ما اروح لين عندهم واشتري وارجع، بكل بساطه هم يوصلوا لي الطلب. الله يقلع ام القهر، انا توقعت اني انا حطلب للناس او اسوي توصيل، ايش فايده هذا الدباب؟ طيب ماني فاهم، اروح فيه البيت يعني معقوله؟ ام القهر والله اني انقهرت يا جماعه الخير. بس يلا الحمد لله الحياه حلوه. بس تصدقون شوفوا ابو شداد فشاخ، 3 دولار على كل طلب اطلبه زياده فوق الفلوس اللي هو ماخذها، والله انه فشاخ يا جماعه. شكرا على هذا اليوم الجميل يا مطعمي الرائع. تصبحون اول صح معلش معلش، افتح 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 سمحت، انا قلت بطلع بالدباب، يعني بطلع بالدباب، خلني احلل الدباب هذا تحليل. يعطيكم العافيه، فرصه سعيده، شكرا على هذا اليوم الجميل رائع جدا. توقعني اديني اطفي لمبات المحل، خلنا نجرب. والله ايش في الدباب رجع ورا، لا ما يمديني صح، لا شوفوا العداد الكهرباء الفاتوره جايه في الخط احس. انا اقفل المحل، والله يوم جميل رائع مليء بالانجاز ما شاء الله تبارك الله يا جماعه الخير. صراحه فخور بهذا اليوم، فخور جدا 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 يا جماعه. واو والله ان الدباب مره صعب، لو اني رايح كعابي كان اصرف. الظاهر ان الدباب حتى حاطينه عشان الطلبات، انا لما اروح اشتري اتوقع انهم هم يجيبونها. الله الله يا لطيف، انا اخذ الدباب عشان اروح اخذ الطلبات فيها اتوقع، مو توصيل. اقلع ام القهر، والله اني توقعت انه في توصيل، والله اني قهرت. يو
اوكي زين بالدباب لا تقلتش ويصير لك شيء، خلي الدباب هنا يقعد لين الصباح يا حبيبي. اي علقت شمطه يا الله، هذا صار اللي احنا ماكو ار ار. ايوه سويت له ريست كويس الحمد لله، حتى اللعبه قد ما عارفين جلتشهم. اوكي كويس الحمد لله اني انفكيت منه. هذا الدباب راح يقعد هنا للبيع، ما ابغاه يا شيخ. بسم الله وانا نام بعد هذا اليوم الجميل الشاق المنجز باحلى صوره. بسم الله يلا صباح خير، يوم جديد ان شاء الله باذن الله. في هذا اليوم نحقق حلمنا يا جماعه الخير، او هدفنا بالاصح، مو حلم. الدباب ما شاء الله واقف هناك، خلوه يقعد مع نفسه احسن بدل ما يقعد في المحل يتعبني هناك يا جماعه الخير. اليوم هو اليوم المنشود باذن الله، اليوم راح نشتري طاوله ثالثه يا جماعه الخير. وانا قاعد افكر تفكيرين، هل اشتري الطاوله من الان وادفع 150 ولا اشتريها في نهايه اليوم؟ السبب اللي افكر اني اشتريها الان انه راح يصير عندي يجيني ثلاثه زباين، فراح اجيب مردود فلوس اكثر. لكن الشيء اللي انا خايف منه انه ما يجيني زباين كثير، ما تجيني طلبات كثير، فتطلع علي خساره وما يبقى معي فلوس كثيره وتجيني فاتوره تنتهي الطعميه ولا بني بلشت وتورطت في هذه الطاوله اللي ب 150. بصراحه اني متردد جدا جدا جدا، فاتوقع اني ببقى في السيف سايد واريح هذا اليوم كامل، ولما ينتهي اليوم هذا اشتري الطاوله الثالثه. باذن الله من الحلقه الجايه نشوف كيف مردود وارباح المحل لما نحط ثلاث طاولات باذن الله. اوكي ما حد قد جاي الان، شكله لازم نسوي حركتنا الجلتش. يلا شم ريحه الغاز. اوه والله تزبط والله. اوكي فلافل حمص وكل درينك. يلا حي الله الطلبات الفخمه، حي الله الطلبات الحلوه. انتم ما شاء الله جيتونا اكثر من مره، شكلكم صرتوا عملاء عندنا ما شاء الله. عجبكم الاكل ما شاء الله. الى الان ما حد قد طلب سلطه، سلطه وفول مسحوب عليها عندنا حرفيا. نو الكتريك بي، شفتوا توني اتكلم. لازم ندفع الفاتوره يا جماعه. بصراحه ما اعرف اذا ما دفعت الفاتوره يا الحبيب. اي خذ الطلب حقكم. ما ادري فلافل. اوكي والله فلافل حمص وكل درينك. كل خلنا نعطي ذا بسرعه لانه يعصب بسرعه ذا فلافل. لا شمطه راح العصير والله راح. طيب وين الحمص؟ نعطيك كل درينك جديد ما عليك يلا، غير اللي انكب يلا بالعافيه عليك. اي اعطيني والله لو اروح اجيب هذاك، بس خلنا نعطي ذولا فلافل اول. ما ادري صراحه هل يجون زباين ولا لا، اتوقع انه يجون. المحل اللي راحت اتوقع انهم جو. اوكي كيس زباله يا ليل. وين الكولد درينك هذا؟ اي هذا 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 في فلوس، هذا بفلوس هذا. حطه هنا حطه هنا كذا. اي صراحه ما ادري اروح ادفع الفاتوره ذا الحين ولا اجرب اشوف يجوني احد. ما ادري يجيني احد ولا لا الصدق، خلينا نجرب. يوهو وش كاس الزباله ذي السريعه يا لطيف. والله جاني طلب فلافل حمص. اجل تدرون دقيقه شوف هل الفرن يشتغل؟ شغال الفرن، شغال الفرن. اجل لا تسدد الفاتوره، اسحب عليهم الان. الله يبغى لنا حمص شمتة يا عيال. يا الله الحمص شكلي هذه مره والله باخذ اثنين. تدرون لا لا باخذ واحد والله، ما ابغى اكون سيف مره. من طلع هذا؟ ايش هذا المكان؟ هذا بيتكم هذا ما شاء الله حلو والله. بس مو وقته، مو وقت، خلينا نروح ناخذ من عند ابو شداد. الله يقلع ابو شداد الفشاخ. ما ربحك الا انا يا حبيبي، ما ربحك الا انا. قلع الله هذا الوجه، تعال جيب هذا. بسم الله. اوكي قلت في طلب ثاني. الان تاكدت رسميا انه من جد الفاتوره ما ادري ايش فائدتها اني ادفعها بصراحه، ليكون الشرطه تيجي تقفل المحل ولا حاجه والله ما اعرف. لكن بمشيها شويه بس كذا، بعدين بروح ادفع الصراحه. يعني بمشيها هذا اليوم، بحاول تعرفون يعني احنا نحاول ان ايش يعني نجمع فلوس زي كذا. يعني الامور تسهيل. اوه على طول اخذ الكولد درينك، والله تعجبني يا ابو نظارات انت فخم. طيب كم صحن طعميه نقدر نقدم باللي عندنا؟ لانه الفلافل ميكسشر او الخليط الطعميه قد انتهى لان طبخناها كلها، فعندنا 1 2 5 عندنا 9 طاولات نقدر نخدم لها الفلافل. فاشوف انه عدد كويس، لما نوصل لثلاثه وقتها راح اروح اشتري. الان ما راح اروح اشتري نهائيا، راح اوفر فلوسي في جيبي لاي طوارئ صارت. كت ايش اللي كت؟ اد ون فيجيتبل بوكس تو يلو سكويرت ستارت كاتنج. وات؟ اوه دقيقه ايش هذا؟ وين طيب الخضار اللي اقطعها؟ طيب يبغى والله ادخل والله ما ادري، خلني اعبي افضل من الان لا يجي نهايه اليوم واتورط. خلني اعبي. تلاحظون يا جماعه الفرق؟ صايرين ايش الان؟ صايرين اعبي اكثر. زائد لحظه انا في شيء مو عاجبني، كانه الزباين قليلين صح؟ الظاهر انه الزباين قليلين عشان الفاتوره، فانا افضل صراحه اني اروح ادفعها زي المؤدبين بعد ما اعطي هذول طلبهم اكيد. يعني فلافل وكولد درينك، وهذه هي الفاتوره يا حبيبي ودفعناها. يلا ها الله يعوض علينا. يلا ما في مشكلة، ما في مشكلة. ما شاء الله رجعت الكهرباء والأمور زي الفل، الله يبارك إن شاء الله. والله يا عيال أول مرة يجيني هذا. إيش يبيع ذا؟ 5 فيجيتابلز 5 دولار. والله ما أعرف بس 5 دولار قليلة. بسم الله على بركة الله. خلنا نشوف عاد هذا إيش بنسوي فيها. أول مرة تجيني ذي يا لبيه. أوكي. خلنا نشوف. إي. أوكي. كيف؟ ما فهمت. ايش اسوي فيها هذه الحين؟ هنا كت. لا قطعتها. طيب
اوكي جتني اوه نايس، يعني السلطة تجيني على شكل كذا قالب وانا اقطعها. شكرا رب الكعبة يعطيك العافية. اوه يبغى لي انظف هنا. فلافل وحمص وفول وكول درينك، الامور زالت يا جماعة بشركم بالله. الحمد لله هذا الفول اللي اول مرة يتقد. اوه اسفين اسفين اسفين. ما حصل لك الخير يا جماعة. اوه الكولد درينك دي بينتهي، يبغانا نطلب والله الكولد درينك يا جماعة. وهذا الحمص، ما عاد باقي الا الفلافل. والله طلبكم جدا طويل ما شاء الله، بس الله اعلم كم بتعطونا. هذا الكلام وهذا الفلافل. يلا $32 اعطوني. يا لطيف فلافل وحمص. لا تقولي كم باقي فلافل، باقي حبة شمتها. فلافل حمص فلافل حمص، بعطيه هذا لانه قد طول حليله مسكين. خلاص هذا الحمص، يلا بالعافية عليك مع السلامة. خلونا نروح نشتري فلافل يا جماعة، لانه الفلافل الطعمية من عندنا خلصت ما شاء الله تبارك الله، وقربنا من $400 يا جماعة الخير. ها طبعا صراحة ما ادري الريبيتيشن اذا صارت فل ايش اللي يصير، ما اعرف ايش الفرق اللي حيصير، الله اعلم. تعال يا استاذ ويليام اعطيني فلافل، هذا اللي راح اخذه. بس تبغاني اطلبك بالتليفون؟ ها والله انك تبطي يا حبيبي، ياخذ $3 زياده اوريدي. هذا ب $100 الحاله، 100 ان شاء الله يمديني الحق على الطاوله هذه باذن الله يا رب. كم يبغى؟ لا دقيقه، اي يمديني بالراحه، بس خليني اعطيهم حمص. لا 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 اسفين اسفين اسفين، ما كانكم شفتوا حاجه. والله باقي حق الزبايل، الزبايل مره كثرت عندنا يا جماعه ما شاء الله تبارك الله. اذا كثرت الزبايل اعرف ان الطلب عندنا ممتاز. استغفر الله العظيم، والله انصدمت من هذا حق التقطيع. طب خلونا نقطع، ايش رايكم كذا؟ قلت قطع. الله الله على التقطيع، الله الله. الصحن الاخير، يا عيني يا عيني على السلطة. 1 2 3 4 5 صحون سلطة. هلا والله. تبغى فلافل كل ترنك على خشمي الحين؟ ترنك اهم شيء، قلت ترنك انا بالغلط. اوه اخر عصير انتهى، لازم نطلب عصير، لازم نجيب عصير زيادة. والله يا جماعة صراحة قد فقدت الامل انا انه احد يجي ويطلب من الفول ويطلب من السلطة ويطلب من الكول درينك والاشياء هذه، الحين صارت تخلص. لا 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 ها اسفين اسفين اسفين. يلا هلا والله ويليام البايخ، اعطيني واحد حمص لانه انت، واعطيني واحد كول درينك. شكرا، هاخذ الحمص اول لانه في ناس طالبين حمص من الاساس، فعشان نعطيهم الحمص على طول. هلا 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 منورين، جايكم جايكم. دقيقه بس دقيقه، فلافل وفول. هلا والله الناس بدات تطلب الفول، شكله عجبها الفول ما شاء الله. اوكي يا جماعه اتوقع انه وصلنا الحين لنهايه هذا اليوم الجميل. يا لبي يا جماعه الخير، ما شاء الله تبارك الله وضعنا زي الفل. عندنا $346 وعندنا صحن حمص عادي نقدر نشتري، وعندنا 5 6 7 وعندنا 12 صحن طعميه، وهنا قاعد ينطبخ 5 فعندنا 17 صحن طعميه، وعندنا 11 عصير والسلطه فل والفول فل والحمص فل، وعندنا فوق 346. الحين حرفيا اقدر ادق واقول يا حبيبي اعطيني الطاوله ب $150 وانا مطمئن، وتونا دفعنا الفاتوره وامورنا زي الفل بسم الله على بركة الله. أول طلب نطلب أونلاين، طبعا والله ما أدري فين حتوصل الطلب هذه، بس أتوقع أنها معايا يمكن في الإنفنتوري. اوكي هذه هي كاستمر تيبل. ها الحمد لله حققنا هدفنا في هذه الحلقه، اقسم بالله العظيم ما ادري كيف يبغاني اسوي 15 طاوله هذا، والله انهم مجرمين، لكن بحط هذه الطاوله هنا في هذا المكان لاني احس انه مناسب جدا وجميل وقريب من البقيه. بسم الله، الف الف مبروك علينا الطاوله الثالثه، والمحل قاعد يصير خرافي جدا جدا جدا. الحين نقدر نقول له نام، وشكرا على هذا اليوم الجميل. اتمنى مقطع اليوم عجبكم وجزاكم الله خير، استحطون لا اكتب لي رايكم على المقطع في الكومنتات. ما شاء الله تبارك الله بدايتنا الان افضل من اول بمراحل بمراحل كبيره جدا. فاتمنى مقطع اليوم عجبكم تحطون لايك، بناء على دعمكم راح ننزل لكم الجزء الخامس اتوقع او شيء زي كذا، فلا تنسوا من الدعم. اتمنى مقطع اليوم عجبكم، معكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. السلام عليكم.